قلب سمسمة. لو حابين تعرفهم انا عملت الجمال ده كله ازاي والتكات والحركات، بصوا كده حاجة كده بسم الله ما شاء الله. شايفين اللون وجماله والتكات والحركات؟ شايفين الدلع طبعا اللي على الوش ده، كمون ودقة وحاجات كده خطيرة جدا. لو حابين تعرفهم انا عملت الجمال ده كله ازاي، الفول صحيح، وكمان عملت الفول هرسته كده للناس اللي بتحبه مهروس، وشايفين الزيت كده والدقة عليه، اللهم بارك، تحفة جدا. يلا بينا نشوف الفيديو. بس لو اول مرة تشوف القناة ما تنساش تعمل اشتراك وتفعل الجرس على كل علشان توصل لك كل التكات والحركات وتحط السمسمة احلى لايك. يلا بينا نشوف الجمال ده كله عملناه ازاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايب قلبي، وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. ان شاء الله هنعمل مع بعض وصفة حلوة جدا جدا وسهلة وبسيطة وسريعة، وطبعا مفيش حد بيختلف عليها. طبعا هي اساس البيوت المصرية او اساس المصريين، بيحتاجوها في الفطار وفي العشاء، واوقات كتير بيحتاجوها في الغداء. ان شاء الله هنعمل مع بعض الفول او تدميس الفول بكل تكاته وحركاته، وان شاء الله هنضيف عليه حاجة جديدة جدا لاول مرة ان شاء الله مع سمسمة، هتشوفوا كل التكات والحركات. بس طبعا لو اول مرة تشوف القناة ما تنساش تعمل اشتراك، لو اول مرة تشوف القناة ما تنساش تعمل اشتراك وتفعل الجرس على كل علشان توصل لك كل التكات والحركات. وما تنسوش يا حبايب قلب سمسمة تحطوا اللايك طبعا فضلا وليس امرا، ويلا بينا بقى نشوف التكات والحركات ونقول بسم الله. معايا حبايب قلبي نص كيلو من الفول، طبعا الفول ده انا غسلاه ونقعاه، طبعا احنا بنجيبه الاول، طبعا نشيل كل الحصى بتاعه وننضفه من اي حاجة مش مظبوطة فيه، وبعد كده بننقعه، طبعا نغسله وننقعه. انا نقعاه حبايب قلبي من امبارح بالليل، بصوا بسم الله ما شاء الله الفولة بيضة معانا وزي الفل. وطبعا النقع ده بيديله كده يعني بينفش الفولة، بيخليها تتنفس كده وتبقى ما شاء الله زي ما احنا شايفين الفولة متختخة كده وحلوة وتملى العين. وطبعا واحنا بنشتري الفول نجيب الفولة يا حبايب قلبي البيضة، بتبقى حلوة جدا في الفول او في تدميس الفول. معايا نص كوباية من العدس الاصفر، معايا نص كوباية من الفول المدشوش اللي هو بنعمل منه الطعمية او البصارة، بصوا شايفين طبعا انا غسلاه. معايا ليمونة، وكمان معايا 4 معالق من الخل. والطريقة النهاردة الحلوة جدا الحصرية هيبقى معانا معلقة من السكر وشوية من الزعفران، وطبعا اول مرة على اليوتيوب حد يعمل الفول بالزعفران، هيبقى تحفة جدا وهتشوفوا اللون هيبقى زي الكهروان، حلو جدا جدا. يلا نقول بسم الله ونشوف التكات والحركات. بصوا حبايب قلبي اول حاجة هعملها ان انا هاخد الفول كده بسم الله الرحمن الرحيم واحطه في الدماسة بتاعت الفول، اهو انزل بكل الكميه كده، طبعا مفيش اسهل ولا اجمل من كده. ما عندكيش الدماسه تستعملي حل عادي خالص، اهو انزل بكل الكميه بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا حبايب قلبي انا نزلت بكل كميه الفول، بصوا شايفين بسم الله ما شاء الله لونه فاتح وجميل جدا ازاي. هنزل كمان بالعدس، اهو طبعا العدس موجود في كل بيت، يعني مقاديرنا سهلة وبسيطة ومش مكلفة، وزي ما احنا شايفين كده بتبقى حلوة جدا. هنزل كمان بالفول المدشوش، اهو طبعا كلنا بنحتار في جمال او لون الفول اللي بنشتريه من بره، هو طبعا دلوقتي الجو فيه قلق كده وحاجات مش كويسة، فنعمل كل حاجة لولادنا في البيت بكل نظافة وبكل حب، فطبعا اللون بيعجبنا جدا بس الطريقة بتبقى سيئة جدا، او مش ضامنين الفول ده معمول ازاي او مغسول كويس وحاجات كده، فهنعمل كل حاجة في البيت وبمقادير سهلة وبسيطة. هحط يا حبايب قلبي الليمونة، نغسل الليمونة، انا غسلة الليمونة اهو هنزلها كده، وهنضيف كمان معلقة السكر الصغيرة والزعفران.
طبعا احنا عارفين ان الزعفران بيقوي اللون الاصفر وبيخليه حلو جدا، وكمان بيضيف عليه طعم مميز. فان شاء الله هتجربوا الوصفة دي، وانا واثقة ومتأكدة ان هي هتعجبكم. بس طبعا لو عجبتكم ما تنسوش يا حبايب قلب سمسمة تحطوا اللايك، وطبعا لو انت مش مشترك اعمل اشتراك وفعل الجرس علشان توصل لك كل التكات والحركات. يلا بينا نشوف هنعمل ايه تاني. هنضيف يا حبايب قلبي الخل، اهو دول 4 معالق من الخل، تمام كده. يلا بقى نشوف هنعمل ايه. هنجيب مية تكون سخنة او مغلية لازم علشان خاطر نحطها على الفول. يا حبايب قلبي انا هبتدي انزل كده بالمية السخنة، انتوا شايفين سخنة جدا علشان خاطر الفول بتاعي ما يجرمس كده او ما يبقاش يغيب كده في السوى. طبعا احنا نقعينه علشان خاطر ما يتأخرش ويستوى بسرعة زي ما احنا شايفين اهو، مش اكتر من كده. هبتدي بقى ان انا اغطيه بالغطا بتاعه المحكم ده، واوديه على نار تكون هادية جدا، يعني زي ما بتعملي القهوة كده. بصوا شايفين اهو زي ما بتعملي القهوة بالظبط. وطبعا يا حبايب قلبي ما تحطيش طماطم، الطماطم هي اللي بتسود الفول وبتديله بعد كده، حتى لما بيبقى لونه فاتح بعد كده لما بيقعد في التلاجة شوية لونه بيغمق او بيسود، واحنا مش حابين كده. احنا حابين ان هو يكون كهرمان. لو حابة برضو تضيفي شوية كده من الكركم ضيفيهم، بس الزعفران حلو جدا وبيخلي الوصفة معانا مميزة سواء في الطعم او في اللون. يلا بقى نحطه كده على نار هادية، وطبعا من وقت للتاني هنبشره علشان نشوف لو محتاج مية نزوده، وطبعا ما تبقاش مية ساقعة، لازم تكون مية سخنة. طبعا في ناس بتحب تحط كده طبق او مطبقية فيها مية وتسيب المية طبعا مع السخونية اللي بتطلع من الدماسة او من الفول وهو بيغلي بتسخن للمية، فبتقوم تسرع الموضوع بسرعة. يعني احنا هنعمله كده بالطريقة الحلوة دي، وهنشوف مع بعض النتيجة ان شاء الله هتبهركم، والطعم هيبقى تحفة جدا واللون والشكل هيبقى مميزين. يلا بقى نحطه على النار ونتابعه كل شوية ونشوف التكات والحركات، وتحطوا لايك. حبايب قلب سمسمة بصوا شايفين الجمال ده كله، شايفين اللون طبعا هو بدأ يغلي اهو معانا. علشان مطولش عليكم الفيديو فانا هشوفه كل شوية كده تابعه، لما يحب مثلا نزود له المية شوية بنزودها له. بصوا شايفين اللون بقى وجماله، بسم الله ما شاء الله. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شايفين التكات والحركات يا حبايب قلبي، بسم الله ما شاء الله. طبعا هو هيقعد معانا من ساعتين لساعتين ونص طبعا على نار هادية جدا، يعني احنا شايفين اصلا بيغلي براحته كده على نار هادية علشان يبقى معانا زي الزبدة. طبعا زي ما قلت لكم كل شوية هنتابعه علشان خاطر لو محتاج مية هنزودها له، وطبعا تكون مية سخنة. يلا بقى هنكمل بقية التكات والحركات ونتابعه كده من وقت للتاني. يلا بينا، وما تنسوش اللايك. حبايب قلب سمسمة زي ما احنا شايفين اهو كل شوية بنباشر الفول بتاعنا او بناخد بالنا كده. بصوا شايفين بسم الله ما شاء الله، طبعا هو لسه بيستوى كده، شايفين الفولة بسم الله ما شاء الله. طبعا انا في الخطوة دي يعني انا دلوقتي عدى ساعة بالظبط على الفول بتاعنا، بحب اضيف له في المرحلة دي حبايب قلبي معلقة من بشر الجزر. يلا بينا نشوف التكات والحركات. طبعا بيديله قيمة غذائية وبيعزز اللون كده وبيطعمه. انا هحط اهو بشر الجزر، بصوا شايفين الجمال ده كله. طبعا يا حبايب قلبي يعني الجزر ده اختياري، لو مش حابين نضيفه ما بنضيفوش، بس هو بيدي لون حلو جدا. بصوا بسم الله ما شاء الله شايفين المية بتاعته لونها حلو ازاي، وعلى فكرة هو بدأ يدخل في مرحلة سوى. يعني بصوا هوريكم الفولة، الفولة هوريها لكم اهي عاملة ازاي، استنوا عليا. بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا سخنة جدا، بصوا شايفين بدأت تفتح ازاي، يعني عدى ساعة بس
هنسيبه بقى نغطي عليه طبعا، وهنسيبه يستوى كده اكتر، ونشوف بعد كده هيوصل لايه، وهوريه لكم طبعا بعد ما يستوى، ونشوف التكات والحركات. حبايب قلبي بصوا، شايفين؟ بسم الله ما شاء الله، شايفين الجمال؟ شايفين الحلاوة دي كلها؟ بصوا تحفة جدا. شايفين اللون بقى وجماله؟ والفولة معانا استوت وبقت زي الفل، خدت معايا بالظبط ساعتين. شايفين الجمال والتكات والحركات؟ هغرفه كده في طبق علشان نشوفه اكتر. يلا نشوف التكات والحركات. بصوا يا حبايب قلبي، جمال الفول ولونه بسم الله ما شاء الله. طبعا اللي بيعشقوا الفول صحيح كده هيحبوه كده، واللي بيعشقوه مهروس. بصوا بصوا بسم الله ما شاء الله، نهرسه بقى في الكبة، نهرسه بشوكة بالهراسة. بصوا التكات والحركات تحفة جدا. شايفين الجمال ده كله؟ شايفين بسم الله ما شاء الله. انا ههرسه ونرجع نشوف هنعمل ايه مع بعض تاني. وطبعا لحد دلوقتي ما ضفناش اي بهارات او اي ملح او اي حاجة. بصوا التكات والحركات، شايفين الجمال؟ شايفين لون الفول عامل ازاي؟ تحفة جدا. والقوام بتاعه يعني لونه كده كهرمان زي ما بنقول، او تحفة جدا. ههرسه بقى لان انا بحبه مهروس، هسيب لكم الطبق ده كده للي ما بيحبوش مهروس، وهنضيف عليه بقى شوية بقى نكهات وحاجات كده حلوة، ونهرس الطبق التاني ونشوف الجمال ده كله وصل معانا لفين. طبعا لو انت لحد دلوقتي معايا في الفيديو، ما تنساش تحط اللايك لسمسمة، وطبعا تعمل اشتراك وتفعل الجرس على كل علشان توصل لك التكات والحركات. وبرضو ما تنساش تقول لاصحابك على التكات والحركات. يلا بينا نشوف الجمال ده ودانا لفين. يلا بينا. بصوا يا حبايب قلبي، ده اللي انا هرسته بالهراسة او بالكبة، اي حاجة المتوفر عندك اعمليه. وده اللي انا سبته صحيح للي بيحبهم الفولة بفولتها كده. هبتدي انزل بقى دلوقتي بشوية من الزيت كده، معلقة من الزيت على ده وعلى ده. شايفين بسم الله ما شاء الله تحفة جدا. وكمان هنزل بشوية كده صغيرين من البابريكا، وشوية من الكمون، وشوية من الملح زي ما احنا شايفين اهو، بيدي طعم حلو جدا. لو حابين بقى نضيف توم باودر، بصل باودر، كل واحد حسب ما يحب. لو عندك زيت زيتون المتوافر عندك اعمليه، عندك طحينة ممكن تضيفيها برضو، بيدي للفول طعم حلو جدا. وطبعا انا هقلبه كده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. الفول ده من اساسيات المصريين زي ما احنا شايفين، تكات والحركات اهو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. شايفين الجمال، وشايفين لونه، وشايفين الطعامه والنظافه دي كلها. ان شاء الله هتعمليه وهتجربيه بنفس الطريقه، وان شاء الله هيعجبك. وطبعا تعملي لاولادك كل حاجه نظيفه في البيت. بصوا الجمال، بسم الله ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بصوا الحلاوة. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وطبعا أكون ضيفة خفيفة عليكم كده. وإن شاء الله هنعمل فيديوهات كتيرة، وإن شاء الله مع بعض هنكبر وهنكسر الدنيا، وإن شاء الله مع فيديو جديد وتكات وحركات سمسم. تشوف القناة، ما تنساش تعمل اشتراك وتفعل الجرس على كل علشان توصل لك كل التكات والحركات، وتشوفهم اجمل واحلى فول ممكن ناكله.